مرحبا بكم مرة أخرى. إذا خلينا نمشي لألمانيا وناخذ معنا عبر الهاتف سعادة سفير تونس بألمانيا سيد واصف شيحة. سيد واصف أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك مدام أزفة ومرحبا بكافة المشاهدين. شكرا لك، تحية لك، تحية لكل جاليتنا المقيمة بألمانيا. نورتنا اليوم بوجودك عبر الهاتف سعادة سفير. خلينا ناخذ نحكيوا شوية على الجالية، توحشناهم، شو ما جديد، نعرفوا الصيف تحضيرات أخرى من نوع آخر، كيف كيف. خلينا نحكيوا شوية على العلاقات الدبلوماسية بين تونس وألمانيا. نخيك الكلمة ليك، تفضل. شكرا. من الأول نحب نهني القناة الوطنية الأولى بالبرنامج هذايا، برنامج ممتاز الحق، أنا عجبني نتبعه كل ما أتاحت لي الفرصة. ونحب نهنيكم على الجوده وعلى الضيوف اللي تستقبلوهم. شكرا لك. منذ مده قصيره كنت استقبلت في البلاتو احد كفاءات تونسيه في المانيا مميز، في شكري الشريف اللي هو من احد الكفاءات اللي تم اختيارها للمشاركه في منتدى كفاءات تونسيه. باش نحكي على الجاليه التونسيه، هي جاليه شهدت تطور كبير خلال العشر سنوات الاخيره. من حيث العدد زادت 50% في 10 سنوات، ومن بعد من حيث التركيبه ايضا، لانه شهدنا قدوم عدد كبير من كفاءات اصحاب الشهادات العليا من الاختصاصات العلميه المتقدمه مثل الاطباء، المهندسين، اختصاصية إعلامية، إلى جانب طاقم شبه الطبي اللي جاء بالآلاف. عدنا عدد آخر زاد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة للستارت. زيادة على هذا نحب نذكر أنه ألمانيا تستقطب أيضا عدد كبير من الطلبة التونسيين المسجلين في الجامعات الألمانية. أيوة. خاصة في الشعب العلمية، والعدد يفوق الآن 7000 طالب وطالبة، يتمتع عدد منهم بمنح من الدولة التونسية. طبقا لاتفاقية التعاون منذ سنة 1981 بين الدولة التونسية والحكومة الألمانية الممثلة في الهيئة الفيدرالية للتعاون الجامعي والعلمي، حبيت أقول أن هي الدولة التونسية هي أول دولة في العالم اللي أبرمت اتفاقية مع الجانب الألماني. منذ سنة 81 والدولة التونسية كل سنة تبعث عدد من المتفوقين في البكالوريا، ويتم منحهم منح جامعية تخولهم أنهم يعيشوا في ألمانيا. أيوة. وأنهم يواصلوا دراستهم في ظروف طيبة. نحكيو شويه لو تسمح على ليزيفينمون، خاصه تدشين سوق الياسمين. نحكيو شويه شنو فما مؤخرا من حركه. والله الجاليه التونسيه ما شاء الله عليها ناشطه جدا، سواء افراد او جمعيات، لانه عندنا عدد من الجمعيات اللي تتميز بنشاطها. اي نحب اذا كان تسمح لي نحب نذكر عدد منهم. أي؟ لأنهم هم تميزوا بالنشاط وتميزوا أيضا بالاستجابة لرغبة التعاون مع السفارة والقنصليات. صحيح. فيما يخص الممثليات التونسية في ألمانيا، نحب نذكر بحاجة، لأنه احنا الدولة التونسية ممثلة بعدد كبير من الهيئات الحكومية. بعد السفارة عندنا كما تعرف قنصلية عامة في بون، ومن بعد قنصلية في هامبورغ، قنصلية في مينيك، وعندنا مكتب لديوان السياحة، وأيضا مكتب لوكالة نهوض الاستثمار الخارجي. هذا اللي يخلي تونس هي أكثر دولة عربية وإفريقية ممثلة على التراب الألماني. بالنسبة للجمعية اللي تنشط هي كثيرة وكثيرة جدا، لكن صحيح ممكن ما يسمحش باش نذكرهم الكل. صحيح. نحب نثمن المجهودات نتاعهم باش نشجعوهم. اي. ونعبروهم على التقدير نتاع الدولة التونسية لمجهوداتهم. ونذكر على سبيل المثال جمعية عسلامة اللي نظمت مؤخرا يوم 6 جويلية.
سوق الياسمين اتونا الجناح التيرالي في مدينه شتوتغا. ايوه. وكذلك عدد من الجمعيات الاخرى مثل جمعيه دياسبورا ان اكشن، جمعيه التونسيين الاكاديميين بالمانيا تي اجي، وجمعيه الاطباء التونسيين بالمانيا، وجمعيه تون ار في ويندو، ودون ان ننسى اقدم جمعيه اللي هي جمعيه الصداقه التونسيه الالمانيه. الصداقه التونسيه الالمانيه اللي هي متواجده منذ منذ عقود، صحيح، واللي هي معناها مهيكله بصفه مهمه ومتواجده تحت اشراف في اهم تحت المدن، اي تحت اشراف سي رؤوف خماسي وسي عز الدين زريع اللي كانوا حاضرين معنا بامال دي فوا في ميسيون اهلا تونس، وحكينا برشا على الجمعيه وعلى الخدمه اللي تخدم فيها ما بين توأمه ما بين تونس والمانيا. فيما يخص التوأمه، احنا باش نحتفلوا السنه بذكرى 60 التوأمه بين مدينه تونس العاصمه ومدينه كولونيا في اكتوبر. ايوه. ان شاء الله باش ننظموا عدد من الانشطه في الموضوع هذا. نحب نرجع لسوق الياسمين لانه تظاهره عجبتني برشا، هي بادره من جمعيه عكيمه. ايوه. صارت يوم 6 جويليا الفالت، وانا انتقلت من برلين مشيت حضرت ودشنت، وهي دوره اولى، انا نتصور باش يكون دورات اخرى كل سنه، هذا هو المأمول. بالطبع هي سوق للمنتوجات الصناعه التقليديه التونسيه وكذلك بعض الاختصاصات في الاكل التونسي، وشهدت حضور كبير من الجاليه التونسيه وعدد من المواطنين الالمان. احنا عندنا طموح كبير، حكينا مع الهيئه المديره لجمعيه عسلامه اللي مثلها سي امجد بن صالح الحي، ونحبوا انه الجمعيات الاخرى ايضا تلتحق بنا في المجهود هذا. ان شاء الله المره الجايه نعملوا باحسن. الهدف هو انه نعملوا تظاهره اقتصاديه باتم معنى الكلمه. أيوة. باش نعرفوا بالتراث الثقافي والتاريخي التونسي وكذلك بالمنتوجات التونسيه وفرص الاستثمار والسياحه، وهذاك علاش نحبوا نشاركوا معنا ايضا الممثلين نتاع الفيتا وكاله الاستثمار الخارجي وديوان السياحه اللي عندها المقر نتاعها في فرانكفورت. سي واصف، نختموا بالمنتدى الكفاءات لو تسمح، وكنت تعطينا فكره على الكفاءات اللي بتشارك في المنتدى هذا من المانيا. شكرا. احنا السفاره والقنصليات عملنا عدد من الاجتماعات التحضيريه مع عدد من الكفاءات. ايوه. الكفاءات ما نتصورش نعرفوهم الكل لانه عددهم كبير. ايوه. وما شاء الله حاجه تشرف، لانه وين نمشيو انه المسؤولين الالمان كسياسيين او اقتصاديين او رجال اعمال اصحاب شركات ديما يثمنوا المستوى نتاع الكفاءات التونسيه نتاع المهندسين واطباء التوانسه اللي يجيو من تونس واللي متخرجين من المدرسه العموميه التونسيه. معناها برغم كل ما يقال على المدرسه العموميه التونسيه كانه معناها المتخرجين منها بصراحه معناها يشرفوا البلاد في الخارج. ايوه. عندنا عدد كبير لكن كان لازم انه نختاروا عدد قليل. ان شاء الله الاخرين يلتحقوا في المنتديات اللي تصير في السنوات القادمه. عندنا سي شكري كما تعرفوا، لكن ايضا عدد اخر وفما كل واحد باش يشارك في محور، وانا متاكد ان هما باش معناها باش يقدموا الاضافه. الهدف هو كما تعرفوا في اطار سياسه الدوله المجسده في اراده السيد الرئيس وكذلك المتابعه المسلسله من السيد وزير الشؤون الخارجيه باش ننجحوا المنتدى هذا، وانه نخليه كل واحد يلقى روحه في المبادره هذه، وانه يقدم كل ما عنده، وانه يقدم ايضا كل ما هو في صالح الاستراتيجيه، لان الدوله التونسيه اخذت القرار انها باش تعمل عقد شراكه بين الدوله والتونسيين بالخارج في صالح تونس، في صالح الثقافه التونسيه، في صالح المجهود التنموي للدوله التونسيه، لانه احنا متاكدين انهم هما باش تكون عندهم اضافه كبيره. ثم حاجتين لازم تتوفر حسب رايي، كما تفضل السيد الوزير مؤخرا لازم يكون ثم تنسيق بين الكفاءات بين بعضهم، هذه تكون فرصه باش هما يتعرفوا على بعضهم. أيه. حتى الجمعيات يتعرفوا على بعضهم باش يكون عندهم سينرجي وتنسيق في داخل الدوله الواحده، لكن ايضا بين الدول الاوروبيه ودول بقيه دول العالم،
باش يكون عندهم معناها ممثلين ينجموا يقدموا معناها مبادرات كبيره. طبعا. كذلك ايضا لازم انه نخدموا اليد في اليد، معناها الدوله التونسيه والجمعيات يخدموا مع بعضنا، لانه هذا هو باش يخلينا قويين قدام الدول الاخرى وباش نحققوا ان شاء الله معناها النتائج المرجوه. تسمح لي نحب نحكي شويه على العلاقات المميزه بين تونس والمانيا؟ تفضل. اذا كان عندي وقت. تفضل. شكرا. شكرا. حبيت تقول انه المانيا كما تعرفوا الناس كل هي معناها اكبر دوله اوروبيه على المستوى الاقتصادي، نحب نركز على التعاون الاقتصادي والمالي والتقني مع المانيا، لانه شراكه كبيره مع تونس منذ الاستقلال. لان المانيا تمثل ثالث اقوى اقتصاد في العالم كما تعرف، وهي تمثل الشريك الاقتصادي الثالث لتونس. أيوة. فيما يتعلق بالتجاره والاستثمار، وربما الشريك الاول في كل ما هو تعاون مالي وتقني. لان المشاريع التي يتم تنفيذها مع مؤسسه جيزات، اظن في تونس الناس كل تعرف جيزات، الوكاله التعاون الدولي الالمانيه اللي تواجد قوه في تونس. أيوة. المشاريع هي تهم قطاعات حيويه مثل التصرف المياه والتاقلم مع التغيرات المناخيه ورقمنه التعاملات الاقتصاديه ايضا. الطاقات المتجدده، الفلاحه، المؤسسات الناشئه، الستارت اب، حيث ان في تونس عندنا ممثلين تاع ويستر فيلا فاونديشن ممكن تعرفوها اللي تقوم بعمل كبير في نشر ثقافه الاستثمار والتجديد لدى الطلبه والشباب في تونس. كما ان المبادرات التونسيه في مجال التجاره خلت ان تونس هي منذ عديد السنوات تمثل الشريك التجاري الاول لالمانيا في المنطقه العربيه، لان تونس هي اول مصدر لالمانيا من المنتوجات الصناعيه باعتبارها انها اذا كان ما نحسبوش بالطبع منتوجات الطاقه تبقى تونس دائما هي اول مصدر طبعا للسوق الالمانيه، حيث ان الميزان التجاري يبقى لصالح تونس. مثلا في سنه 2023 الفائض التجاري التونسي مع المانيا كان في حدود 1000 مليار، معناها مليار اورو اللي هو مش شويه، معناها مهم جدا طبعا. كذلك على مستوى الاستثمار، هناك في تونس حاليا اكثر من 300 شركه المانيه تعمل خاصه في قطاع الصناعه، صناعات الميكانيكية وصناعة السيارات، وهي تشغل أكثر من 80,000 مواطن. هو مع العلم أن نوايا الاستثمار في كزايد ويتم الترويج له أيضا من قبل غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ناشطة جدا في تونس، إلى جانب العمل الهام اللي تقوم به مكتب فيبا في ألمانيا، دون أن ننسى أيضا مكتب لون تي تي ديوان السياحه طبعا اللي موجود في فرانكفورت، فيقوم بالترويج للسياحه التونسيه. مع العلم ان عدد السياح الالمان في تزايد، حيث ساق هذا العدد تقريبا 300,000 في 2023 بزياده قدرها 7%. كما تعمل السفاره على تطوير التعاون مع الجانب الالماني في مجال الهجره المنظمه، انتم حكيتوا عن الهجره. هذا ملف مهم في التعاون، لانه الهدف نتاعنا انه ننظموا عمليه الهجره طبعا لخلق فرص جديدة للشباب. واضح سيد وصف، واضح. شكرا لك سعادة سفير تونس بألمانيا سيد وصف شيحة، يعطيك الصحة وبارك الله فيك، يعطيك الصحة مرة أخرى.